ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر شريف تاني نازل فيديوز، ف وغيرنا فكره القناه خالص. فعايز لو عايزين تعرفوا كل الكلام ده تابعونا. ازيكم يا شباب تاني. كنا القناه دي عملتها من فتره كبيره. اخر مره نزلت فيها فيديو كان من 10 شهور. بقالي 3 سنين في التصوير على دي القناه الجديده على اليوتيوب. عندي خدود كده قد كده. احنا كنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض احنا ننزل فوتوغرافي وتوتوريالز الفوتوغرافي بس انا لقيت اللي في حاجه احسن ممكن نعملها، اللي احنا ممكن نعمل فوتوغرافي وفتنس. بما ان عندي خلفيه كبيره عن الفتنس وكنت لعيب جودو قديم وكنت بلعب جيم من زمان، فانا قلت ليه القناه ما خليهاش تبقى فوتوغرافي وفتنس في نفس الوقت. انا الموضوع ده يحفزني ان انا اكمل في الفتنس وابقى كويس في المجال ده، وممكن كمان اشتغل فيه بجانب دراستي طبعا وزي الفوتوغرافي، وفي نفس الوقت اساعدكم اللي عارف او اللي مش عارف، او حد كمان انتوا لو عارفين تقولوا لي ليه ما نعملش الكلام ده ويبقى في يوتيوب شانل في مصر. الكلام ده مش منتشر في مصر قوي. ممكن ناس كتير تتريق عليا وممكن ناس تدخل تكتب كومنت يتريق عليا، بس انا في نفس الوقت قلت طب ما انا عندي وقت فراغ كبير، ليه ما استغلش الوقت ده في حاجه زي مثلا فيديو ممكن اعلم بيه ناس، وفي نفس الوقت ممكن اتعلم من الناس دي، وفي نفس الوقت استغل الوقت. ليه ما اعملش كل الكلام ده؟ لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، لو عندكم اي تعليق ممكن تسيبوا كومنت تحت، وممكن برضو تعملوا سبسكريبشن او اشتراك للقناة عشان تشوفوا الفيديوز الجديدة اللي احنا هنعملها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.